ألو، نعم. مرحبا فتون خانم، معك وائل من دار آكن للنشر. قلت لي آكن للنشر؟ عم تحكي عن جد ولا عم تمزح؟ وأخيرا الله استجاب لدعواتي. ما فهمت عليكي. عفوا، ما حكيت مع حضرتك. فتون خانم، ممكن تجي لعنا بسرعة؟ لازم نحكي معك بخصوص روايتك. طبعا جاي لعندك فورا فورا. يلا جاي لعندكم، مع السلامة. فتون، وأخيرا يا بنت رح تقبي على وش الدنيا. مو معقول دور النشر عم يتصلوا فيكي وياخذوا موعد. طيب رح أخذ صورة معي مشان حطها على الغلاف، مقابلة مع أهم كاتبة بالبلد، هيك رح ينشروا. لكن سي جون ورفيقته وينه؟ ما بعرف، في اصطفلوا. لك اطلع البسي يا بنت. رفيف وينه؟ هلأ راحت. ليش راحت؟ وانت ليش واقف هون لحالك؟ شو ما كان خود، اشرب شاي لأني مضطرة. لوين رايحة؟ عندي اجتماع عمل، اتصلوا فيني من دار للنشر. أنا قلت لك أني رح صير كاتبة مشهورة كتير، ولازم تعاملني منيح وما تضايقني وتزعجني. بس انسى، هلأ الندم ما عاد ينفعك. بعتذر، أنا ندمان فتون. منيح، من هلأ اتعلم التواضع. الشاي صار بإيدك إذا حابب تشرب. شوفك. أنا حابب بارك لك. عفوا، على شو؟ على زواجك من الممثل جان تيكين. مبروك، قرينا الخبر بالجرايد. ايه شكرا، يبارك فيك. ما لبستوا خواتم؟ شلحته لأنه صغير شوي على إيدي. بس صوركم كانت كتير حلوة، يعني صور العرس كنتي طالعة كتير طبيعية وعفوية وحلوة. مكياجي كان بسيط. ممكن نحكي عن الرواية اللي رح تنطبع؟ أكيد قريتها وعجبتك، عطيني رأيك. بصراحة فتون خانم، عنا مشكلة صغيرة وكتير بسيطة. شو نوع المشكلة؟ رواية حضرتك ما بتصلح للنشر، يعني الحكاية ما حسيتها متكاملة. بقصد كيف بدي اشرح لك، مشتتة، ما في ترابط بالموضوع ومستحيل تمشي بالسوق. بس على التليفون قلت لي تعي لعنا لحتى نتفق وننشر الرواية. ما كان قصدي عن روايتك، كان قصدي عن زواجكم. عفوا، ما فهمت. قررنا انه نعمل كتاب ومسلسل عن جان، عن جان الفنان وأهم الجوانب المجهولة بحياته. وإذا كانت الكاتبة زوجة الممثل رح يساعدنا، لأنها بتعرف كل شي مخبى. جان تيكين نجم، بس حياته الخاصة كتير غامضة، ولهيك إذا منألف بهالفترة كتاب عن حياته الشخصية أكيد رح يضرب بالسوق ويكسر الدنيا. عفوا، ممكن ترجع لي الملف تبعي؟ فورا لو سمحت. بالإذن منك. يلا معي. الجوانب الغامضة بحياة جان بيك، بس روايتي أحسن من حياته بألف مرة. مو معقول هالحظ، مو معقول. حابب شوف أسلوبك بالكتابة. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد. بصراحة أنا عم دور على قصص يكون موضوعها غريب شوي. نحجب لك ياهم بأول فرصة.